سي محمود دغري على السلامة. على السلامة. احنا تو في مكان الاعتصام من قبل الولاية، وسيادتك مسؤول على التنظيم في الاعتصام هذا، لك الكلمة. اعتصامنا ذي معناه هو الثالث، الاعتصام ذي باش يكون ان شاء الله اعتصام منظم حضاري، معناها تكون فيه الاشياء واضحة ومعناها بتنسيق ما بين الاطراف كل. ما بين الأطراف كل بما فيها الأحزاب والمنظمات والمعتصمين، وكنا يد واحدة وأهالي تطاوين كل يد واحدة. بالمناسبة ندعو أهالي تطاوين باش يلتفوا حول هذا الاعتصام، لأن الاعتصام هذايا بعد العصيان المدني عملناه 3 أيام باش يكون بقدرة الله المحرك الأساسي للاستجابة لمطالبنا اللي هي مطالب واضحة ومنها من حقنا المطالبة بها، ما هيش تعجيزية اللي هي الشغل والكرامة التطوعية. تو قداش عندكم نهار معتصمين؟ 3 أيام تقريبا. عندنا تو 3 أيام. فماش حاجة معناها خلال 3 أيام برزت كمؤشر إيجابي يدل على نجاح الاعتصام؟ هناك برشا مثلا بشائر، من بين البشائر اللي أصحاب التاكسيات وأصحاب اللواجات والعاملين في 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 مستشفى الجهوي بتطاوين كانوا متواجدين هنا وواقفين معنا، وثم أشياء أخرى اللي الإذاعة الولاية غدوا باش يجونا الأخوة من الولاية كل باش يزورونا، المواطنين أصحاب المهن الحرة، وباش نجسموا هذايا بلافتات تدل على ان الولايه كامله وراء المعتصمين وراء مطالبهم الشرعيه. البارح وقع الظاهرة لفت الانتباه في الاعتصام شيء جيد في طوين، هو اضاءه الشموع. المره الرمزيه هذه ايش حبيتوا تقولوا به؟ هي اخذر لي تطوين ما هيش كما تصوروا برشا ناس، ربما برشا أطراف شعر فيها مش وقت ذكرهم، اللي تطاوين مهمشة متهمجة، ما عندنا العنف، نحن ما عندناش العنف، نحن ناس حضاريين، ولكن الكيل مش الكيل معناها فات الحدود الحمد لله. توا وقت باش نتحصلوا على حقوقنا المشروعة. نحن ولاية معناها فيها المواد كل الإنشائية والبترولية والموارد كلها موجودة. أثر خال واحد أثر ولاية وفقر ولاية. نعم. متناقضات. نعم. ما تعرفش علاش. أيوة. لأن كنا الأولين في 26 أيوة. كنا الأولين في التصفيق. أيوة. كنا الأولين في التجمع. أيوة. كنا الأولين في الرئاسة. أيوة. نحن كنا الأولين في كل شيء. في كل شيء. حتى في الفقر. حتى في الفقر وفي التهميش. تو باش نولوا السر في كل شيء إلا التنمية 100%. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذه بقدره ربي ان شاء الله. احنا قاعدين نأطروا في شباب ان شاء الله باش يكون تعاملنا حضاري ويكون تعاملنا معناها واضح ومطالبنا واضحه ان شاء الله، وبطرق واساليب واضحه. أيوة. وقنوات واضحه. أيوة. يزينا من اخذ القرارات الارتجاليه. أيوة. الا بعد مشاورات ونتفق الاطراف الكل. أيوة. باش ما يقعش علينا اللوم من حتى طرف. ونجسمها لك في كلمة واحدة، أهالي تطاوين يد واحدة للحصول على مطالبهم المشروع. باهي ياسر، أنا عجبتني كلمة تونس مكتوبة بالشموع. نعم. مكتوبة. حبيت كان يجي تكتب وزارة التطاوين معك. فما شكون؟ نعم كتبناها من بعد. تطاوين. تشوفها إن شاء الله. إن شاء الله بحول الله. بالنسبة حتى ربما باش نحطوا كل شيء في اطاره، فما شكون قال ان التطاوين تدعو للتفرقه، نحن ما ندعوش للتفرقه، نحن شعب واحد، نحن جزء من تونس، نحن جزء من تونس وسنبقى جزء من تونس، وما عندناش حتى دعوه لحتى تفرقه. لا ندعو للجهويه. لا لا ابدا. لا لا. حسب التقريب عدد المعتصمين قداش توا؟ توا فما مع الله ما مش مازال مش حدد. فما 450 حاجة كيما هكا. معتصم. اي معتصم. عدد الخيام قداش؟ عدد
عدد خيام أربعة ولا خمسة، لكن ما لقيناش خيام لنا أخوة ليبيين ربما معناها. أي ماشي صحيح. تواجدهم بهم شفنا الأمور الإنسانية هذه ربما باش يزيدوا ستة خيام أخرين، باش يجونهم غمراسن، باش يجونهم الرمادة، باش يجونهم الذهيبة، باش يجونهم السمار، المعتمديات وكل البير الأحمر وكلهم باش يجوا يساندونا في اعتصامنا. سي محمود، ذكر أن كما ثم هنا اعتصام موجود في الرمادة وفي غمراسن وفي الأحمر وفي السمار، هذا ذكر في البداية، معناها ثم موجود هذا ولا لا؟ الاعتصامات مازالت ماهيش ماهيش تنسيق كبير بيناتنا، لكن هما دعوا باش نلتفوا في بلاصه واحده الناس الكل، ونتصور انها معناها في الايام القريبه القادمه باش ينصبوا خيام هنا ويعتصموا معنا. التغذيه سي محمود؟ التغذيه الحمد لله صحاب الخير، انا خصني نحكي اصحاب الخير موجودين، ونحن معناها ما كاطراف الكل باش ناخذ الشيء هذا، وما عندنا حتى اشكاليه في التغذيه، حتى اشكاليه، ولا التطاوين كلهم حاسين بال وحتى اللي باش تخلصها يقول لك لا ما تخلصنيش. باهي اخي، رساله. رساله لاهالي التطاوين كل باش يلتف وحول هذا الاعتصام السلمي الحضاري اللي باش نطالبوا به للحصول على حقوق شبابنا اللي ظلمناه برشا، ما خداش حقوقه، وجاء وقت باش تخلصوا الدين علينا. اذا لم يحقق الاعتصام اهدافه ماذا بعد؟ سيحقق اذا لو افترضنا سيحقق أهداف المشروع الكل إن شاء الله، وهو معناها ما نتمنى كذلك. ما 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 مانيش باش نقولها سيحقق إن شاء الله، سيحقق إن شاء الله، وعندنا طريقة كيفاش ناخذ حقوق، لا هي طرق خاطر الحق لا الحق راهو يفتك لا كيفاش ترى يفتك بطرق سلمية والتصعيد التصعيد إذا كان ما تحققش مطالبنا جايين تصعيد، لكن تصعيد مش تصعيد التصرف الحضاري. لو تلمح لنا شويه وفهمنا التصعيد الحضاري هذا كيفاش. مستعد نضرب، انا اعمل اضراب جوع انا والاحزاب الكل. ايوه ايه مستعدين باش نعملوا اضراب جوع لمده غير محدوده. ايوه من اجل مطالب التطوير. خلينا نقدموا حاجه على الاقل تخلص الدين اللي علينا. يا سيدي موفقين ان شاء الله. ان شاء الله. ونتمنى لكم من قلوب النجاح. عايشك. ونحن معكم. ان شاء الله. وفهمتي ولا وصنيعكم معكم بكل قوة ان شاء الله. مرحبا عايش خويا. الله يبارك فيك، شكرا. عايشك. للقاء في مناسبة أخرى ان شاء الله. ان شاء الله. سلام.